فرسان الإسلام قناة الرائعة تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث ورد في صحيح البخاري. وشرح الحديث: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت شاكية حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنها كانت زوجا لرفاعة، فبت طلاقها بالتطليقة الأخيرة وهي الثالثة من طلقاته، وأنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فادعت أنه لم يستطع أن يمسها لأن ذكره ضعيف رخو لا ينتشر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي منه النساء عادة، وفهم أن مرادها الحكم لها بالرجوع إلى زوجها الأول، حيث ظنت أنها بعقد النكاح من عبد الرحمن قد حلت له. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليها ذلك، وأخبرها بأنه لا بد لحل رجوعها إلى رفاعة من أن يطأها زوجها الأخير. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخالد بن سعيد بالباب ينتظر الإذن بالدخول، فنادى خالد أبا بكر متذمرا: من هذه المرأة التي تجهر مثل هذا الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا لما له في صدورهم من الهيبة والإجلال له صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا الأدب معه والاتباع له. فلما علم زوجها أنها ذهبت تشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مسرعا، وكان معه ولدا، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ليدل على قوته في الجمع. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: أهؤلاء بنوك؟ قال: نعم. وكان الرجل متزوجا من امرأة قبله، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم أشبه به كما يشبه الغراب الغراب، لا والله إلا أن يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك.